الله كل شيء بإذن الله. أكيد ضيفة المهرجان كيف ما شفتوا معايا في فات على الناس المحتاجين والناس اللي نشوف شي حد مسن زنقة خدام مسكين وهكذا الحرارة هذه في رمضان الله يحسن العوان وصافي. فاحنا كمسلمين خاصنا تكون فينا شوية ديال الإنسانية ونعاونو نحسو بالفقير. الحمد لله ربي عطاني نعطي أنا هذه هي الفكرة ديالي، ربي عطاني شي رزق كنحاول نتقاسم مع الفقراء والناس اللي كنبقى محتاجين. ما كنبغيش نشوف شي حد محتاج، الزنقة متشرد، يعني كيف ما ربي كيعطي واحد الرزق كمسلمين خاصنا واجب علينا أن نتقاسم مع خوتنا المسلمين. دابا البنات عرفتي اش باغا ندير؟ باغا نمشي لحدا أسيمة، بلاتي نمشي حدا أسيمة فواحد الحرارة. هذا امتحاننا عند الله باش نحسو بالفقير، نحسو بالعطشان، نحسو بالمحتاج اللي مسكين كيشوف الناس كيتقداو ما عرفتش شنو واقفين مساكن في البرد وفي الشتاء وفي هذا على قبل مساكن لقمه باش ياكلوها وما كيلقاوهاش. فدابا غنمشي البنات نمشي نقلب على شي وحدين كيكونوا هنا حدا أسيمة، ناس مسنين رجال مسنين هذوك اللي كيكونوا بحال في الموقف، فنشوف. المهم راكم معايا وصافي. نجي دابا حدا أسيمة نقلبوا شوفوا في الشانطي الا كاين شي واحد مسكين، شي واحد مسن او لا امراه مسنه ردي البال. المهم ردي البال باش ما نفلتوش.
يوتيوبر شافت هذا الفيديو هذا تحاول تسيا دير مبادره، نديرو كلنا نديرو مبادره كاع اللي ربي سهل عليه، اللي ربي عطاه شي رزيق يحاول يتقاسمه مع خوه المسلم، المسلم يحاول يحس به. شنو نقول لكم، وحدات لي هنا والله العظيم، لا وحده لي هنا، ما كنقدرش نشوف اكبر من الوالده مسكينه ولا قد الوالده مسكينه، وقاسات تسرح النعيجات مسكينه النهار كامل وفي هذا الصادف الصيام، لا حول ولا قوه الا بالله. هاد الدنيا ماشي عادله، كتلقى الغني بزاف كتلقى الفقير بزاف، ولكن الحمد لله على كل حال، الحمد لله الخير باقي في الدنيا، الخير باقي في الدنيا. وكنتمنى ان من زميلاتي اليوتيوبرز حتى هما يديروا مبادره مره واخا بشي حاجه بسيطه، ماشي ضروري تكون شي حاجه كبيره. وكنعاود نقولها، ماشي كنبان عليكم فقط، هذه مبادره، مبادره بغيت شويه يحسوا الناس شويه يتحمسوا ويديروا يعني نوضوا شويه اكثر في هذا الشهر الخير، هذا شهر الغفران شهر الرحمه، نتراحموا مع بعضياتنا حنا كمسلمين. الله يجعل الله تبارك وتعالى على الغرض اللي نويتوه وطالبينه، الله يقضيه لكم الليله يا ربي. امين. الله يفرحكم امنيتي باش ما بغيتو يا ربي. الله يجعل الله كي حسيتو بيا، الله يجعل الله تبارك وتعالى يحس بيكم يا ربي. امين. هلي اختي امين يا ربي. انا ما بغينا غير الدعاء الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الدعاء كافينا. ما باغيش نبقى صامله. مشيت يامس عاد مولد الله هنا قلت له يعطيني واحد الله عاوليني نوصل مايا في التمام، قال لي ما كاين ما نصوب بحال بحال، قلت له ويلي راه حنا بحال بحال حقا ولينا طالع بالروس والقلوب اش فيها؟ حتى طالعتي بقلبي درك انا كنت طالعتي بقلبي ما تخلصش مني. وليني قلت لي حنا قال طار الحر اللي ما يعرفونيش يشدوني ويشوهوني. داكشي اللي كاين. الله يحشرنا مع الفقراء، ما يصلحش. الله يجعل ربي امنيتي يحس بكم ويدير بحسابكم. امين يا ربي. وينوركم. يا ربي. الله يجعلكم ان شاء الله ديما ضاحكين وفرحانين. دعوة الصائم ما كاين ما احسن منها. اييه على تقليدي قال لك ما بينها وبين الله ما مطرقينش.
الحمد لله. الله يجعل وليدي على الغرض اللي بويتوه. الله يجعلكم ان شاء الله ما تجيبوا النعاس تقضى لكم الغرض. يا ربي امين يا رب. ان شاء الله ورضات الوالدين وسيدي ربي. دعي لي مع وليداتي عندي جوج وليدات. الله يخليهم لي. امين. الله يجعلهم ابنيتينا في جناح السالم. يا ربي امين. الله يجعلهم ان شاء الله يقراوا وينجحوا. يا ربي. الله يجعلهم ان شاء الله يكبروا ويصحوا. ان شاء الله. الله يجعلهم ابنيتي يخرجوا لك واحد الدوريه صالحه. يا رب يا رب. فين ما شفتيهم يجيبوا. يا رب. الله يجعلهم ابنيتي فين ما مشاو. يجيو عامرين يا رب. ان شاء الله ورضات الوالدين الله يشهر الغفران بالصحة والراحة. نحنكم عليا اليوم الحمد لله. انا باقي الخير في الدنيا ميمتي. باقي الخير في الدنيا. ما تقوليش ما بقاش الخير في الدنيا. الله الله. تعرفي ربي منين كيجيب لك. ما تعرفيش. ما تعرفيش وليدي. الانسان يقول الحمد لله دائما. اللي في الله ما بقى تضيع. شوفي احنا صايمين. وقت اليوم احنا الليله غنديروا اخوي زواتي. الحمد لله الحمد لله. تبارك الله حنا في ورشه ليا. قلت لها شو شو قلت لها احنا صايمين. والله وصى مهما نبغيو نصلي ونحلو صيامنا اش نقول؟ كنقولوا يا ربي لك صمت. لا لا رزقك افطرت. قلت لها ما تقولي حتى حاجه. قالت لي مولاي نغوت على خويا نقول لي جيب لينا معاك دقيقه. قلت لها لا ما غوتيش عليه. يحس بيا انا. مشيت تقولي لي. الحمد لله الحمد لله. ربي كبير اميتي ربي كبير. مسكينه قالت لي ما كانش عندنا مسكينه باش تفطر. قالت لي بحال بحال حسيتي بي وجيتي عندي مسكينه. لا حول ولا قوه الا بالله. مسكينه جالسه سارحه في العيجات ديالها في هي الخلا والقيفار. الحمد لله على كل حال. كنتمنى من اي واحد منكم شاف فيديو ما عمري ما كنقول لكم بارطاجيو الفيديو لكن بارطاجيو باش يعمل خير تعمل فائده الناس شويه القلوب الرحيمه القلوب الرائفه يعني تكاثر وان شاء الله الله يتقبل. لكن كما قلتها وكنعاود نقولها هذا الشيء ماشي باش نبان عليكم. هذا الشيء غير فيديو يعني محفز تحفيزي لفعل الخير. بحال انا مثلا كيعجبني نتفرج في هذه الفيديوهات كنتحمس كنحس بواحد يعني ملي كنتفرج في هذا الفيديو كنبغي حتى انا ندير بحاله. فهمتوني شنو بغيت نقول؟ كيف كنبغي حتى انا ندير بحالو. فالحمد لله اليوم ربي قدرني باش نفرح خمسه ديال الاشخاص. انا جايه باش نفرح خمسه ديال الاشخاص وكنتمنى ان شاء الله نقدر نفرح اكثر عدد ممكن. الله يقدرني على فعل الخير والحمد لله على كل حال. ونقول لكم تهلاو لنا في راسكم. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. تهلاو صافي انا راه صافي عبتو مع الصيام والحراره والصهد لكن الحمد لله كل شيء داز مزيان الحمد لله. ان شاء الله في راسكم.